اليوم بعد أزمة البصل، تعتقد احنا مستعدين؟ انا اعتقد احنا مو مستعدين مع كل التغذية. انا رد عليك الوزير خالد رضوان، قال لك احنا الاول عربيا وسادس عشرين عالميا. الاخ خالد مجتهد والوزارة عنده مجتهدين في الامن الغذائي بامانة اقولها، ورجل كلمني من فترة اوكي في هذا الموضوع، لكن انا اقول الدولة كلها مستعدة ذاك الاستعداد الكامل؟ لا. زين، عندهم استعداد وهم خاشين مو قايلين لنا؟ ممكن ممكن، تمام. انزين، المفروض احنا الان بعد ما كلمة سمو الامير بالذات في جلسة الافتتاح، زين، ان عينونا في هذا الموضوع والمخاطر، وهذه مسؤولية عليكم كمجلس امة ابتداء، ذكرت في الكلمة وكلمة مهمة ووايد اساسية الحقيقة. احنا شنو دورنا كاعضاء في المجلس كرقابيين؟ دورنا ان نراقب، لذلك وجهت اسئلة الى 6 وزراء، زين، و قدمنا طلب لتشكيل لجنة برلمانية شوف استعدادات الحكومة. أوكي. ولازم الحكومة تنشئ هيئة أو جهاز لإدارة المخاطر والكوارث وغيرها.